مشاهدينا أهلا بكم في حصتكم الأسبوعية نقاش مفتوحة. نلقاكم في هذه الليلة المتميزة، ليلة أول نوفمبر، ونحن نحتفي بالذكرى 64 لاندلاع الثورة المجيدة، ثورة حررت الجزائر من نير الاستعمار، فكانت نبراسا اهتدت به شعوب العالم في ثوراتها التحررية. وإذ نستذكر في هذه المناسبة تضحيات الشهداء الأبرار ونضالات الشعب الجزائري من أجل الحرية والاستقلال، نستحضر بطولات الثورة المجيدة وأبعادها الإنسانية. فإقرار الأمم المتحدة للمقترح الجزائري العيش معا بسلام يوما عالميا هو نتاج مسار متجدر في تاريخنا أسست له وكرسته ثورة الفاتح نوفمبر 54 أو 54، ثورة نعيش اليوم ثمارها في معركة التنمية التي تعيشها البلاد، حرص فيها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة على تحسين الإطار المعيشي للمواطن والحفاظ على الطابع الاجتماعي للدولة في كنف الأمن والاستقرار. ووقوفا عند هذه الذكرى نستقرئ الرهانات والتحديات التي تعيشها الجزائر. ولإثراء النقاش نسعد بأن يكون معنا الدكتور محمد الحسن الزغيدي، وهو أستاذ التاريخ بجامعة الجزائر وله عدة مؤلفات في تاريخ الثورة الجزائرية. أهلا بك سيدي. أهلا وسهلا وشكرا. نسعد أيضا بأن يكون معنا الدكتور بومدين بوزيدي، وهو باحث جامعي كما أنه الأمين العام للمجلس الأعلى الإسلامي. أهلا بك سيدي. أهلا شكرا بارك الله. نسعد أيضا بأن يكون معنا المفكر والأكاديمي الدكتور محمد طيبي. أهلا بك سيدي. ونسعد أيضا بأن يكون معنا الدكتور جمال يحيوي، وهو أستاذ جامعي ومدير المركز الوطني للكتاب. أهلا بكم. أهلا بكم جميعا في هذه الليلة، ليلة أول نوفمبر المجيدة. قبل أن نلجأ إلى النقاش نتوقف مع الزميلة جويدة بدر درحمون في هذا التقرير ثم نعود. الفاتح نوفمبر ليلة أشرقت على نعيم الحرية والانعتاق من أغلال مستعمر قتل ونكل وهجر بشعب أعزل طالب بحريته. ثورة أشعل فتيلها ثوار التف من حولهم الشعب الذي رفض الظلم والاضطهاد، ناضل ضد الاستعمار فصنع ثورة عظيمة أضحت رمزا للثورة والتحرر وحاملة لشعلة الاستقلال والسيادة الوطنية. ثورة دفع فيها الشعب الجزائري الغالي والنفيس وقوافل الشهداء، توجت بالانتصار العظيم وإعلان الاستقلال على الرغم من تباين موازين القوى والإمكانيات بين فرنسا الاستعمارية المدججة بالسلاح وبين شعب مؤمن بعدالة قضيته ومتسلح بالإرادة والعزيمة، فأضاف تاريخا جديدا في تواريخ مقاومة الشعوب ضد المستعمر. فبعد كسب معركة التحرر كان الرهان على كسب تحدي التنمية وترقية الإجماع الوطني ورص الصف الداخلي أمام التحديات الدولية، وهي مبادئ لطالما نادى بضرورة التمسك بها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة في مختلف المناسبات. فكان لزاما استلهام محطتين بارزتين من تاريخ ملحمة نوفمبر الخالدة في التضامن والتجانس بين جميع فاعلي معركة التنمية وتعبئة كل الطاقات للحفاظ على السيادة الوطنية في كل المجالات، سيادة تتطلب تعزيز قيم الشعب ودولة الحق والقانون التي تستوجب ترقية الإجماع الوطني الذي يشكل المبتغى الجوهري للمسيرة السياسية لرئيس الجمهورية التي خاضها منذ سنوات انطلاقا من الوئام المدني مرورا بالمصالحة الوطنية، وهما الخياران اللذان أعادا الطمأنينة والسكينة في ربوع البلاد وفسحا المجال لملحمة ثرية من الإنجازات على جميع الأصعدة خدمة للشعب الجزائري. تعود الذكرى اليوم لنستذكر ملحمة الشهداء والمجاهدين في معركة التحرير، والمحطة اليوم صيانة إرث الشهداء من سيادة كاملة وخيارات اجتماعية عادلة ومنصفة.
إذن ونحن نستعيد الذكرى 64 لاندلاع ثورة المجيدة، لا يمكننا إلا الوقوف عند بيان أول نوفمبر وما حمله من معاني ومن فلسفة في من أجل التحرر ومن أجل أيضا الجزائر، الجزائر المستقلة. دكتور زغيدي، ربما السؤال الذي ممكن أن نطرحه في هذا السياق هو الفلسفة بيان أول نوفمبر وإسقاطه على الحاضر اليوم، خاصة في التزام الدولة الجزائرية بالطابع الاجتماعي للدولة الجزائرية. أولا بسم الله الرحمن الرحيم، أهني كل الجزائريين حيثما كانوا وأينما وجدوا كما ناداهم أول نوفمبر، أحييهم اليوم بهذه الذكرى الغالية علينا، وأترحم فيها على شهدائنا الأبرار الذين ضحوا من أجل تحرير الجزائر والذين ضحوا من أجل عزة الجزائر. الحقيقة بيان أول نوفمبر هو وثيقة لكنها حاملة لدلالات ومعاني وأبعاد وقيم ناجمة عن صيرورة تاريخية متجذرة في عمق هذا الشعب الجزائري المناضل والمكافح. ولذلك حينما نقرأ هذه الوثيقة التي حوتها ورقة واحدة والمتكونة من 9 فقرات و685 كلمة، إلا أننا نجدها مرصوصة رصا ومبنية بشكل هرمي للكلام المفيد الدال بمعاني ذات أبعاد لحاضره ولمستقبله. فهذا البيان الذي نلاحظه حتى في خطابه للشعب، بدأ بأيها الشعب الجزائري وانتهى بأيها الجزائري، أي بدأ بصيغة الجمع وهو في نظر بعض الفقهاء فرض كفاية، ثم اختتمه بفرض العين أيها الجزائري بمعنى الالتزام. ثانيا، أن هذا البيان أعطى الحكم للشعب، وهذا يدخل ضمن يعني فلسفة السياسة والمدلول في يعني أقصى مفهوم ومعنى للديمقراطية، وهي حكم الشعب. أنتم الذين ستصدرون حكمكم بشأننا، نعني الشعب بصفة عامة. ثم وضح الأهداف، الأهداف وهي أولا الاستقلال التام، ثانيا تكسير أو اجتثاث الاستعمار. لم يذكر البيان كلمة فرنسا ولم يذكر الشعب الفرنسي، لكن ذكر الاستعمار، لأن الاستعمار هو عدو الشعوب الأعمى، والاستعمار محاربته مبدأ أساسي من مبادئ الثورة الجزائرية والتي استمرت عليها الدبلوماسية الجزائرية إلى يومنا هذا. كذلك أيضا في من ضمن الأهداف أيضا تدوين القضية الجزائرية، أي جعلها بالنسبة للخارج هي القضية الأساس التي يتمحور حولها الرأي العام، وهو ما وقع فعلا بعد 58 و56 وما بعدها. كذلك أيضا أن البيان أعطى مبادئ المفاوضات ومبادئ السلم، لأن البيان هو وثيقة سلم، لأن دفاع الجزائر في دبلوماسيتها حول مشروع أن يعيش العالم في أمن وسلام نابع من وثيقة البيان التي لا توجد فيها كلمة تدعو للقتل أو للمساس بحقوق الإنسان. وفي عجالة ضمن مقارنة أجريتها ما بين مواد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 30 مع ديباجتها مع بيان أول نوفمبر، وجدت أن هناك 12 مادة من 30 مادة من الإعلان العالمي
حقوق الإنسان مجسدة في بيان أو النظام. نعم دكتور، حتى يعني تكون نعم. الكلمة نعم الفكرة وصلت، لكن من حيث انتهى الدكتور زغيدي الدكتور يحيوي، نبقى دائما في السياقات التاريخية، أن البيان بيان أول نوفمبر لم يكن بيان لوضع آني فقط، ولكن اليوم يعني إلى اليوم ما زلنا نستشرف بأن هذا البيان حمل استشراف للجزائر. خاصة الدكتور زغيدي يعني ذكر نقطة مهمة وهي حقوق الإنسان، أي الأبعاد الإنسانية للثورة الجزائرية. فعلا مثلما ذكر الدكتور زغيدي، الحديث عن بيان أو نوفمبر هو الوثيقة الخالدة، هو شهادة ميلاد الثورة التحريرية، وبالتالي عبر هذا البيان عن العمل الثوري في حد ذاته، عن أهداف العمل الثوري وعن مستقبل الثورة مستقبلا، لأنه لم يكن الهدف من هذا البيان هو إعلان الحرب، أو لم تكن الحرب من أجل الحرب، وإنما كانت حرب من أجل السلم. وكان هذا في مقال كتبه المرحوم المجاهد كريم بالقاسم، مقال رائع جدا: ثورتنا لم تكن ثورة من أجل الحصول على امتيازات أو على بعد حيوي أو السيطرة على فضاء معين مثل ما يحدث، وإنما ثورة إنسانية بالدرجة الأولى تنبني على إعادة الاعتبار للإنسان، على محاربة ما سلب وما أخذ من حقوق الإنسان. عندما نقرأ مختلف مقتطفات البيان هناك إشارة واضحة إلى هذا البعد الإنساني، لأن فقهاء القانون الدولي قد أعطوا لحركات التحرر نصيبا من هذا الجانب، ووضعوا المبادئ التي تسير إلى حركات التحرر. نلاحظ أن قادة الثورة كانوا أذكياء، وقد أخذوا مما نظر له خبراء العالم في القانون الدولي، وصغوا هذه الوثيقة على هذا الشكل، بإعطاء البعد المحلي، البعد العربي، الإقليمي، والبعد العالمي لهذا العمل الثوري. لا نجد إشارات أو عبارات ربما كما ذكر أستاذ زغيدي التجريح في العدو، أو حتى إشارة إلى العدو نفسه، وإنما الحديث عن الأفاق، الحديث عن حقوق الإنسان في حد ذاته. نستشف بعيدا عن بيان أول نوفمبر كل مواثيق الثورة، حتى في البيانات الحديث دائما على حقوق الإنسان، حق الإنسان في الحياة. ربما إشارة بسيطة على منوال بيان أول نوفمبر، سارت باقي الحركات الأخرى. شوف حتى البيان الذي أصدره الشيخ البشير إبراهيم رحمه الله يتكلم على حقوق الإنسان، يقول: ما قمتم، يقصد الجزائريين، لمحاربة فرنسا إلا لأنها سلبت منكم آدميتكم، يعني الآدمية سوليمانيتي أو الجانب الإنساني. فالجانب الإنساني والبعد الإنساني العام كان هو عنوان هذه الثورة، والدليل هو قضية التدويل لانترناسيوناليزاسيون، أي جعل هذه القضية قضية تهم الأمن والسلم العالميين، وعلى الهيئات الدولية وفي مقدمتها منظمة الأمم المتحدة إيجاد حل لهذه القضية ما دام هي قضية دولية. نعم دكتور بوزيد، يعني في السياقات التاريخية هناك أبعاد فلسفية لهذا البيان. نعم. يعني عندما نتحدث اليوم عن يعني إقرار الأمم المتحدة لمبدأ العيش معا في الجزائر، فإنه بعد حملته أو حملته الثورة وحمله البيان، بيان أول نوفمبر. نعم جيد. هو في الحقيقة نص البيان هو نص مكثف لنصوص ولحركة وطنية أو حركة الإصلاح، فأعتقد أن كما أشار زميلان أن نص بيان أول نوفمبر هو فيه مصاهرة بين وعيين: وعي ديني تطور طبعا الحال إصلاحيا مع ابن باديس، ووعي الحركة الوطنية الحديث العصري الذي يحمل مفهوم الوطن، الحرية، الاستقلال، هي مفاهيم حديثة. انصهار هذين الوعيين، الوعي الديني التقليدي الذي أضيف إليه العمل الإصلاحي الباديسي، والوعي الحداثي أو الوعي العصري الذي جاءت به الحركة الوطنية، أعطى هذا الزخم سواء في بيان نوفمبر أو بيانات الثورة. وللأسف كان من المفروض أن يتطور أكثر هذه المصاهرة بين ما هو تقليدي أو ما هو ديني وما هو عصري، ليعطي فكر جديد في الجزائر تتحمله النخب العلمية أو المؤسسة الدولة، لكن وقع هذا الشقاق منذ التسعينات بين وعي رجع إلى وعيه الديني وأعطاه صبغة أخرى ضد الدولة، بحيث أصبح وعي ليس مرتبط بالبلد، والوعي الحداثي أو الوعي العصري للأسف تخلص أو حاول التخلص من هذا الميراث الديني الذي كان المفروض أن يؤوله وأن يعطيه بعدا جديدا ليتدعم به أكثر. نحن الآن بيننا وبين بيان نوفمبر هذا الشقاق
بين الوعيين الذي لم تستطع النخب تطويره وتكثيفه وإغناءه. النقطة الثانية المهمة وقد أشار إليها أيضا الزميلان فيما يتعلق بالبعد الإنساني، نقول هنا أننا أيضا بعد الاستقلال لم نسهم في إبراز هذا البعد الإنساني بشكل جيد، أبرزنا الفعل الحربي أو الفعل الجهادي أو العنفي الذي لم يكن غاية في ذاته، ولكن كان هو غاية من أجل تحرير الأرض. ومن هنا علينا أن نفهم الأجيال على أن مفهوم الإسلام ومفهوم الجهاد وما يلازمه من مفاهيم أخرى الوطن. نعم، هذه المفاهيم الجهادية الدينية مرتبطة بتحرير الأرض وليست فكرة في السماء، أي أن الإسلام مع الحركة الوطنية ومع الثورة أو في القرن التاسع عشر مع المقاومة أو قبلهم في الرباطات التي حررنا بها سواحلنا من الاحتلال الإسباني أو الإيبيري البرتغالي، أصبح مفهوم الجهاد أو مفهوم الإسلام مرتبط بالأرض، بمعنى لم يعد مفهوما مجردا كما تحاول الحركات المتطرفة اليوم أن تتبناه. هذه نقطة مهمة جدا. النقطة الثالثة في مسألة تتعلق بالإنسانية، نحن في الحقيقة عندما نشاهد أو نقرأ لجون بول سارتر كيف دافع عن الجزائريين أو بول ريكار وغيرها أو جونسون من المفكرين، لأنهم لاحظوا هذا البعد الإنساني، لأنهم ينتموا إلى الثورة الفرنسية التي في أساسها تقوم على حقوق الإنسان، وبالتالي الخيانة التي وقعت في السلطة الفرنسية والاستعمار الفرنسي خيانة أنها خالت مبادئ الثورة. ولذلك كان يقول أحد المفكرين على الفرنسيين أن الكوجيتو ديكارتي أنا أفكر إذن أنا موجود، هو مجروح. مجروح الجرح أين يكمن؟ أن الكوجيتو ديكارتي اهتم بأناه ولم يهتم بالآخر، لكن الجزائريون اهتموا بأنائهم ليكونوا مثل الآخرين في الحقوق وفي الواجبات، ولكن للأسف أيضا هذا البعد الإنساني الجوهري في ثورتنا لم نستطع تطويره. ولكن ربما كما أشار التقرير الذي جاء في حصتكم منذ قليل على أن الوئام والمصالحة هي قيم فيها الاعتراف، فيها التكفير عن الذنب، فيها الوفاء، فيها أيضا التعويض، فيها أيضا المصالحة مع الآخر والتعايش معه وترسيم هذا اليوم للتعايش. هذه القيم وهذه المواثيق تنسجم فعلا مع تاريخنا، لأننا نعرف بالمناسبة أن بعض المفتين، واليوم كانت ندوة في المجلس الإسلامي الأعلى حول الفتوى أثناء الثورة، ومنهم الشيخ طاهر آية علجة شفاه الله، أفتى بعدم إعدام بعض الذين خانوا الثورة في فترة عميروش، وكان له مبرر في ذلك أن العفو هو الأصل في الإسلام، وأن هؤلاء ربما لسبب أو لآخر سيكونون مصلحين في المستقبل. فأعتقد أن هذا الفتوى الإنسانية التي فيها جانب إنساني مهمة جدا في رؤية هؤلاء المجاهدين، لأن هذا المفتي أساسا مجاهد. فأعتقد أن كخلاصة أن الحصة التي عملتها اليوم حول بيان نوفمبر والأبعاد الإنسانية والاجتماعية والثقافية لهذه الثورة تجعلنا سينمائيا وتلفزيونيا ووثائقيا نعطي لهذه الأجيال تاع 20 سنة و 18 سنة تاع الفيسبوك، خاصة في هذه المرحلة، نعطيهم معاني جديدة، يعني معاني قوية، معاني جديدة تجعلهم مرتبطين بهذه الفترة التاريخية، وليست دائما نبقى بالصورة النمطية التقليدية في علاقتنا بالتاريخ وبالثورة. نعم سيد الأستاذ طيبي، يعني كمفكر يعني ذهبنا بعيدا في التاريخ والفلسفة، لكن من بين أيضا المبادئ التي ركزت عليها بيان أول نوفمبر هو الطابع الاجتماعي للدولة الجزائرية، ونلاحظ أن رئيس الجمهورية يعني في السنوات الأخيرة خاصة رغم الصعوبات المالية إلا أنه ركز ويركز دائما، ونرى ذلك من خلال القوانين المالية للسنوات الأربع الماضية، على الطابع الاجتماعي للدولة الجزائرية. شكرا جزيلا، مساء الخير. في هذه الاحتفالية الخالدة والمباركة أو ليس عنا إلا أن نستحضر أسيادنا، لأن هذا البلد له أسياد، أسيادنا الذين اختاروا وحرروا وأوصلونا إلى أن نكون أحرارا، فشهداء هذا البلد هم أنبل بني البشر. وبالتالي هذه الرابطة القوية هي المدد للدولة في البلد وللمجتمع كهوية. وبالتالي اليوم نستحضر هذه الذكرى ونتحدث عن أول نوفمبر وبيان أول نوفمبر. أول نوفمبر كيوم مفصلي، ونوفمبر كشهر مفصلي، و54 أيضا كيوم مفصلي في مسار
الحركة الوطنية فكرا ومقاومة. وبالتالي نحن أمام ما يسموه العلماء في الفلسفة أن باراديغم دو نوفمبر، بمعنى أن أول نوفمبر في تصوري يدعو، وسؤالك هنا يدعو دائما إلى التفكير من باب أنه بيان، أي أنه كشف باستلهام عن خيار كبير، وإنما هو أيضا تبيين لطريق، وتبيين لوعي جيل اختار، وأيضا مسؤولية لم تكن سهلة أمام هؤلاء الشباب الذين اختاروا الدفاع عن الأرض والدين. وبالتالي في بيان أول نوفمبر هناك رابطة، صحيح أنها غير معلنة، إنما هي تاريخيا قائمة، بين أول نص كتبه الأمير بيدو، مش البيعة، المكتب إلى العرب والبربر، قمت لأحرر لدافع عن الوطن وعن العقيدة. بيان أول نوفمبر هو الدفاع عن الوطن في اللحظة نتاع 54 وليس اللحظة نتاع 1830. بيان أول نوفمبر هو فكر تجديدي لأداة النضال التي انطلقت في رؤية الدولة. ولهذا عندما نتكلم عن الدولة الجزائرية كدولة اجتماعية، وهذا موضوع في غاية الأهمية، وحتى نصوص التاريخية لم تظهر حتى الآن كاملة. لماذا؟ بيان أول نوفمبر أكد على البعد الاجتماعي للدولة، وأيضا على بعد التأصيل مؤسسة الدولة التي سقتها دماء الشهداء، ولم تكن دولة تفاوضية مثل ما حدث في بلدان أخرى، كان دولة انتصار وإعلان مشروع الوطن من باب فلسفة الجهاد أو النضال أو القتال. وبالتالي الجيل الذي اختار في 54 هو جيل تجديدي في مفهوم المقاومة، وأيضا جيل تعرفي رسخ المرجعيات التي لم تحرر فقط، وإنما مرجعيات هي التي أثرت في الخيارات ابتداء من 62، والمواثيق كلها تتكلم على هذا الباب. وفي تصوري أن اللي سميته لو باراديغم دو نوفمبر، أي المفهوم النوفمبري، هو مفهوم مفتوح وليس مفهوم فقط احتفالي، بمعنى أنه النجيل قرر وتحمل المسؤولية أمام شعب، وخلق في العلاقة بين الجزائريين والقوى الاستعمارية كقوى غاشمة علاقة وجود انتصار وعلاقة وجدان قيمي. ولهذا أن الدولة الجزائرية هربت، وهنا أتأكد عن هذا الكلام، هربت من النموذج الاستقلالي المغاربي الآخر المرتبط بجيل الاندماجيات المعروفة، وخرج جيل ارتبط بالمجتمع وبالشعب وارتبط بهوية. ولعل هذا السيد دكتور طيبي في هذا، يعني في هناك بيان نوفمبر قد حمل مبادئ، لكن حمل ما بعدها عمق لهذه المبادئ. يعني عندما نستقرئ هذا البيان اليوم ونعطيه إسقاطات على ما يجري حولنا، ما يجري في الدول العربية، نلاحظ بأن يعني هذه يعني مجموعة من الشباب الذين لم يتخرجوا من الجامعات. بيان أول نوفمبر هذا نص مهم جدا. بيان أول نوفمبر لم يحدث حوله الاختلاف ولا الخلاف، هو في الحركة الوطنية كلها كانت متناقضة أحيانا، إنما في البيان لم أجد حتى الآن إلى اليوم. كأنه خلق بعد روحي للإجماع الوطني. سؤالي هو للدكتور جمال يحياوي، يعني كنت ذكرت منذ قليل يعني المبادئ لبيان نوفمبر وعمقه ورؤيته واستشرافه لما بعد الاستقلال، وربما عندما نقوم بإسقاط حتى على الأحداث التي يعيشها العالم العربي مثلا اليوم. فعلا، لأنه بيان أول نوفمبر لم يكن بيان محدد في الزمان. أولا لم يكن الهدف من هذا البيان هو إعلان العمل المسلح فقط، وإنما هو خارطة الطريق للدولة بعد استرجاع سيادتها. النظرة كانت بعيدة جدا، كانت نظرة ثاقبة عند هؤلاء الشبان. أولا أعطى البيان كثير من القضايا التي نعيشها اليوم، أو من الآليات التي تسمح للشعوب المختلفة بأن تلعب دورها في بناء الدول.
يتكلم على مجموعة من الشباب، يتكلم على الوضع السياسي الراهن وكيف نستطيع أن نتجاوز تلك العقبات. يقول نحن مجموعة من عازمون على، نلاحظ هذه الصيغ التي جاء بها هذا البيان، هذه العبارات لا ترتبط بتاريخ زمني معين، بإمكانها أن تكون صالحة أيضا في أزمة أخرى إذا توفرت نفس الأسباب. البيان يتكلم أيضا في رؤية استشرافية إلى علاقات الجزائر بمحيطها العربي، بوضعها الدولي، بعلاقاتها بحركة التحرر في العالم، بدفاع على حقوق الإنسان، على حقوق المستضعفين، وهذه هي العقيدة اللي لاحظها اليوم في سياستنا الخارجية، في دبلوماسيتنا عن الجيش الوطني الشعبي. لما نشوف كما قال أستاذ طيبي علاقتنا بمحيطنا في العالم العربي، نلاحظ هذا الاختلاف. لماذا؟ لأنه دائما المنبع هو دائما هذه الوثيقة الخالدة التي لم يحدث حولها خلاف، لا سابقا ولا حاليا، وهي تحوز الآن ثقة الجميع بمختلف الأطياف، حتى الأطياف السياسية، لأنه من بنى فيما بعد المواثيق التي جاءت فيما بعد أو العمل الثوري والإعلامي والدبلوماسي سواء في داخل الجزائر أو خارج الجزائر، كانت كلها منطلقاته من بيان أول نوفمبر، التشاركية، العمل الجماعي، الاستشارة. نعطي مثال بسيط جدا، الوثيقة الثانية اللي تأتي بعد بيان أول نوفمبر في مؤتمر الصمام، كان إنشاء أول هيئة تشريعية، نلاحظ كيف تجسدت هذه القيم في أول هيئة تشريعية اللي هي المجلس الوطني، المجلس الوطني للثورة الجزائرية لو سي ان ار، كان عد أعضاء 34 عضو، نلاحظ أكثر من 12 أو 14 حساسية إضافة إلى المستقلين، إلى الطلبة، إلى الفلاحين. يعني تجسيد ما جاء في بيان أول نوفمبر جاء في مواثيق الثورة وجاء في العمل الميداني لجيش التحرير الوطني. لماذا؟ لأنه مرتبط بالشعب أولا، لأنه يدافع على الأرض، الأرض بالنسبة للجزائر هي الأرض، لأنه ماذا في معاملاته حتى مع العدو، مع الأسرى، في احترام شارات الصليب الأحمر الدولي، في التعامل مع الهيئة الدولية للإغاثة، في مساعدة اللاجئين، في مساعدة الشعوب التي هي أيضا تحت الاستعمار. نلاحظ أن هذا البيان حمل في طياته العمل الذي كان ينبغي أن يكون أثناء مرحلة التحرير، ولكن كان يركز أكثر على بناء الدولة ما بعد التحرير. نعم دكتور زغيدي، في هذه النقطة يعني تحدث الدكتور جمال يحيوي عن ما بيان نوفمبر وما بعد الاستقلال، لكن عندما نقرأ بيان نوفمبر نلاحظ بأنه ركز على شيء مهم جدا وهو السيادة الجزائرية، يعني سيادة القرار الجزائري. عندما نلاحظ بأن بيان نوفمبر يعني وضح الأمور بالنسبة من يسيل دمه في هذه الثورة، بالنسبة لمن يفاوض لفرنسا في هذه في تلك الفترة، يعني هناك تركيز على قرار السيادي للدولة الجزائرية. واليوم عندما نقوم بإسقاط على هذا الواقع نرى بأن رئيس الجمهورية قد عمل في هذا الإطار، عندما يعني كان هناك يعني تسديد للمديونية الخارجية، الجزائر هذه السنوات عرفت صعوبات مالية، دول مماثلة لها دخلت في أزمات، لكن الجزائر يعني استطاعت أن تجتاز هذه العقبة. أولاً بيان أول نوفمبر كما أشرنا في البداية لم يأتي من فراغ، والذين صاغوه هم تتلمذوا ودرسوا في التيار الإصلاحي على يد جمعية العلماء، وناضلوا وتعلموا أبجديات النضال في أحضان حزب الشعب الجزائري. ولذلك حينما صاغ البيان السيدان محمد بوضياف ومراد دلوش، والكاتب كان محمد العشاوي، هذا الصياغة لهذا البيان كانت من إملاءات مع زدور إبراهيم. نعم لا لا لزدور بلق مع العيشاوي، لأن بوضياء كان في القاهرة في الفترة، أما اللي كتب البيان سيدي الفاضل، اللي كتب البيان هو محمد العيشاوي، والشواهد موجودة، أقرأ ما كتبه عيسى كشيدة لأنه كتب في محله، أقرأ ما وضعه بوضياف هو شخصيا بنفسه، والاتفاق هو محمد العيشاوي. قلت هذه الصياغة مرجعيتها هي أدبيات الحركة الوطنية، خاصة المؤتمر الثاني لحركة الانتصار للحرية الديمقراطية، في التي حللت كل الأوضاع الدولية، لأن البيان جاء في ظرف دولي فريد من نوعه،
وأيضا نصوص دولية كانت موجودة مساعدة لدفع عجلة التحرر وحقوق الشعوب. ولذلك البيان لما صاغوه أولا انطلاقا من مبدأ جماعية القيادة وإجماعية القرار، هذين المبدأين. ثانيا أن البيان لم يكن وثيقة فقط، وإنما كان هو القائد، لأن الثورة الوحيدة في العالم وفي تاريخ الإنسانية التي قادتها وثيقة هي الثورة الجزائرية فقط. لماذا؟ لأن العدو المقابل هو عدو يدعو إلى استيطان ولا يرحم من خالفه في هذا. ولذلك كان لابد على هذه الثورة أولا أن تحافظ على استقلاليتها، أن تحافظ على قرارها، أن تحافظ على ذاتيتها، أن تحافظ على تجسيد مبادئها في إطارها، لأن الثورة لأنها كانت مفصلية سيدتي الفاضلة. أن الثورة التي انطلقت بوثيقة بورقة وبقيادة تساعية خماسية في الداخل ورباعية في الخارج، بعدد مجاهدين يقدر ب 1150 مجاهد، ب 400 بندقية حربية. إذن هذه القوة التي انطلقت من مجموعة من فئة قليلة لتواجه فئة كبيرة اقتداء ببدر الكبرى. ولذلك نلاحظ أن من ضمن الأهداف وهي دولة ذات سيادة، دولة ذات سيادة. أولا المقصود بذات السيادة هو عدم ترك تدخل، لا نتدخل ولا يتدخل. أولا أن الثورة الوحيدة التي رفضت أن تكون أن تصدر للخارج وأن تتدخل في شؤون الخارج مهما كان هذا الخارج، رغم أنها حررت جناحين أي جيرانها، حررت شمال إفريقيا. ثانيا رغم أنها قدمت للعالم قبل العيش بسلام، قدمت للعالم في 14 ديسمبر 1960 قرار ما زال إلى يومنا هذا هو المرجعية الأساسية في تحرير الشعوب، وهو قرار 14-15 بعد مظاهرات ديسمبر 60. إذن هذه الثورة التي قدمت للعالم أجمع فقط دكتور حتى نمر يعني نعم إيه فقط. فإذا قضية الشرعية السيادة نعم نعم قضية الشرعية التاريخية هذه الحقيقة. قلت قضية السيادة هو مطلب بالمفروض من بيان أول نوفمبر على الدولة المستقلة الوطنية أن تتزم به، وهو الخط الذي نلاحظه من 62 إلى 2018 ما زالت الجزائر تحافظ على سياداتها وتذود على قرارها وترفض التدخل في شؤون الآخر ولو طلب منها ذلك، بل تحترم إرادة الشعوب. وهذا ما لاحظناه في كثير من القضايا الدولية في ليبيا في تونس في سوريا في اليمن في غيرها، دائما الجزائر لها خط واضح وفيها، ومن ذلك الخط ترجع الأمم بعد معارضتها إلى تأييدها في هذا الخط النابع من مسار نوفمبر، وهو السيادة المحترمة لذاتنا ولغيرنا. دكتور طيب أعود إليك للسؤال الذي طرحته منذ قليل وهو الطابع الاجتماعي للدولة الجزائرية. طبعاً اليوم كانت رسالة رئيس الجمهورية بالمناسبة يعني استذكر فيها يعني بطولات الثورة، لكنه استحضر أيضا الإنجازات التي عاجتها الجزائر يعني في السنوات الأخيرة في قطاع في السكن سنة. في التعليم في نعم في التربية سنة. في يعني هذه المحطات هي مهمة اليوم إبرازها في هذا التاريخ. نعم هو في قراءتنا للمحتوى البيان أولا وترجمته خلال الثورة التحريرية كعمل نضالي وتنظيمي وفكري وإشعاعي على المستوى العالم لا شك في ذلك. يبقى أن الاستقلال وحتى لا نسقط في الرومانسيات داخل الثورة أو القداسات أن الثورة الجزائرية كان فيها فاعلين أحيانا اتفقوا وأحيانا اختلفوا والمخارج لم تكن دائما بتلك السهولة، إنما وهذا هو اللي حبيت نأكد عليه هو أن الوزن المرجعي لبيان أو نوفمبر هو كان الفيصل عندما يختلف الفرقاء وخاصة في مؤتمر طرابلس حيث لا يزال المؤتمر مفتوحا حتى الآن. إذن فالثورة الجزائرية
أخذت بعدها الشعبي، لأن الشعب هو الذي غذاها واحتضنها. وخليني نقول لك أنك عندما تقرأ النصوص القانونية للاستعمار الفرنسي بين 54 حتى 62، أنا قرأ كثير من النصوص التشريعية والتنظيمية، شو هو الغاية؟ الغاية هي فصل الثورة عن الشعب، ومن ضمنها برنامج قسنطينة. وكيف أن الفلسفة السياسية التي طبعت الدولة أخذت هذا البعد، وبالتالي ثمار الثورة لم تكن تكب في الخيار، خليني نسميه اليوم في ذاك الوقت في خيار ليبرالي، وإنما في خيار اجتماعي، تأرجح بين اشتراكية اجتماعية ونوع من الإداريات الاقتصادية. ولهذا في تصوري الآن إنجازات الثورة الجزائرية، لأنك عندما تتكلم عن الجانب الاجتماعي وتشوفي النموذج الاقتصادي والمجتمعي والمؤسسي الذي يهيكل ويوجه الخيار الاجتماعي. وبالتالي مثلا الأرض كرهان مهم، حتى الآن الدولة الجزائرية عاطية أهمية للسلطة العمومية على الأرض ولم تخصصها رغم المحاولات. نعم. على كل حال، وأن القطاع العام في البلد لازال هو القطاع القائد الذي به توزع الخيرات وأيضا تمنح الفرص بطريقة أو بأخرى. وبالتالي الجانب الاجتماعي للدولة المنصوص عليه في نوفمبر في بين أول هو كان صمام أمان ضد تحويل، مثل ما يقول ميموني، تحويل مجرى الثورة مثل ما حول في تونس. لكن صعب جدا اليوم يعني في الظروف التي مرت بها الجزائر في السنوات الأخيرة والتزام رئيس الجمهورية بهذا. هذه مفاوضات. نعم. مع الواقع. ارفعي الشعارات اللي تحبي. نعم. وقولي اللي يرضي خاطرك، الواقع إكراهاته كبيرة. والجزائر تقريبا نقول لك حاجة، تقريبا من التسعينات بدأت تتفاوض مع الإكراهات، الآن تحاول تخلق الموازنات. ولهذا الآن عندنا قطاعات في البلد، قطاعات كبرى استراتيجية، لو لم تكن الدولة الاجتماعية لما حلت في البلد، لأنها لم تحل في بلدان أخرى. السكن، مجانية التعليم رغم المشاكل الموجودة، قوة القطاع العام في الحصول على الريع البترولي. ضيف إلى ذلك أن الصورة الكبرى للبلد رغم الجراح والمناورات التي لا تزال تسري حتى الآن، رغم ذلك الدولة الوطنية الاجتماعية لا زالت قائمة، إنما تحتاج، وأنا هذا قلت منذ يومين في محاضرة، تحتاج إلى تجديد الوطنية المبدعة مثل ما قال ملك بن نبي. نعم. دكتور بومدين، يعني في هذه النقطة أيضا هناك نقطة مهمة أيضا كانت نص عليها البيان، واليوم رئيس الجمهورية أيضا يؤكد عليها، وهي ترصيص الصفوف وكذلك يعني إيجاد جبهة وطنية، يعني لأنه اليوم يعني هناك استهدافات من عدة جهات للجزائر. شكرا لك هذا الربط، كان أشار إليه الأخ طيبي أيضا. الآن عندما نرجع إلى الخطاب الرئيس البارحة، في 90% من الخطاب يتحدث عن الاستقلال الاقتصادي، يعني نحن الآن يعني في تبعية اقتصادية، وأن المحروقات ليست هي الحل بطبيعة الحال، وكأن مفهوم السيادة الذي ينبغي أن يعطى اليوم، مفهوم السيادة هو مفهوم على أساس الاستقلال في المجال الاقتصادي والاكتفاء في المجال الاقتصادي، إلى جانب ما ذكرته فيما يتعلق عندما يثمن مجهود 20 سنة في قضية المصالحة والوئام، وفي قضية أيضا استكمال بناء الهوية الوطنية بتدريس الأمازيغية، خاصة التعديد الدستوري. نعم، المفاصل الأساسية، يعني قضية الاستقلال الاقتصادي وإيجاد بديل المحروقات، قضية الهوية واستكمال الهوية الوطنية، وقضية نشر ثقافة التعايش معا والتسامح. فأعتقد أنه وكأنه يقول أن النصوص التي ينبغي اليوم أنها تثمن أو أنها تشرح النص المؤسس الأول للثورة، طبعا النص أول نوفمبر، بيان أول نوفمبر هو نص مكثف كما قلت في البداية، لكن ليست له فعالية بدون فعل تحريري ثوري. الفعل التحريري الثوري هو، والتلاحم الشعبي مع الثورة هو الذي أعطى لهذا النص قيمته. أما التأويل الذي وقع فيما بعد في قضية البعد الاجتماعي الديمقراطي تحت مبادئ الإسلام، كل واحد أعطى له بعد.
الجماعة في بداية الستينات فهموا، لأن كان النظام الاشتراكي فهموا بهذا الفهم. مجموعة من الذين اتخذوا من الدين كمعارضة سياسية فهموا تحت مبادئ الإسلام ينبغي أن يكون التشريع الوحيد رقم واحد نهائيا هو الإسلام، وبالتالي بدأ التأويل السياسي والتأويل الاجتماعي للبيان يختلف. الآن رهان جديد كما قلتي، الرهان الجديد الآن هو ما هي هذه الجبهة الوطنية الجديدة؟ هل هي جبهة سياسية كما يفهمها بعض الأحزاب، أم هي جبهة في قوة إرادة شعبية جديدة؟ نحن محتاجين إلى إرادة شعبية جديدة، ليست بالضرورة بيان سياسي حول مشروع هذا الوطن. نعم، حول مشروع والتفاف حول دولة لا نريد لها الانهيار. أعتقد أن ضمن هذه الإرادة هي التغلب على التطرف والإرهاب في منطقة الساحل الإفريقي الذي يهددنا، هذا جزء من الإرادة. ما ذكره في المسار الاجتماعي برغم الهينات وبرغم ما أصابه من خلل، لكن القيمة الاجتماعية والحركة الاجتماعية في المكاسب الاجتماعية لدول الجزائر ينبغي تستمر، ولكن بعقلانية. الخروج من الريع الاقتصادي والبديل أيضا بقوة. أعتقد أن هذه الإرادات في المجال التعايش معا ونشر قيم التسامح والاعتدال والوسطية في استكمال الهوية الوطنية بعلمية وليس بغوغائية سياسية، أعتقد أن هذه الإرادات تستطيع أن تفعلها مؤسسات قوية مع نخب قوية وليست بغوغائية سياسية. وهذا ما ذكره الدكتور طيبي يعني في هذه النقطة. يبدو لي أن الخطاب الذي تولي البارحة هو شعور، وهنا ندخل أول نوفمبر، هو شعور بضرورة تجديد واقع يحتاج إلى تجديد على وقع ما اقتضاه أول نوفمبر من حيث تجديد الحركة الوطنية وفعلها النضال التحرر. يعني طبعة ثانية لبيان نوفمبر. تمام. طبعة ثانية الدكتور جمال تفضل. فقط تكلمت على نقطة مهمة جدا فيما يتعلق بهذه الإنجازات اللي انشهدها في السنوات الأخيرة في مختلف المجالات. يبدو لي هي طبيعية جدا، هي مسار تاريخي. لما نتكلم الآن احنا انطلقنا من المنطلق الفكر التحرري أو الثوري. هذا الفكر التحرري يعني بناء الدولة الحديثة، يعني بناء هذه الدولة الشعبية الاجتماعية. لماذا اجتماعية؟ لأنه احنا الآن العمل التحرري شارك فيه الجميع، كل فئات المجتمع، وبالتالي من حق الجميع اليوم أن يكون عنده في برنامج الآن التنمية الشاملة والمستدامة أنه يكون عنده يوجد مكانه. نقطة ثانية للحظة أيضا من خلال هذه المشاريع المنجزة أنها لم تمس منطقة واحدة من الوطن، وإنما موزعة على كل مناطق الوطن بما فيها الأقصى الجنوب، ولذلك لأن كل هذه المناطق لعبت الدور كبير في الحركة التحرري. نعم صلح ما نحي بما فيها، يعني كلها بما فيها بعيدا عن المصطلح اللغوي أستاذ أو الجدال اللغوي. الآن نقصد الآن كل مناطق الوطن، حتى المناطق التي تظهرنا بعيدة الآن، احنا نلاحظ حتى في دول شقيقة أن التنمية تكون مركزة إما على السواحل أو على المدن الكبرى. احنا نلاحظ اليوم مشاريع تنموية كبرى في كل المجالات في كل مناطق الوطن. هذا يعطينا هو معنى البعد الاجتماعي، لما استفادة كل فئات المجتمع من ما يحدث اليوم من حركية سواء في قطاع النقل أو في التعليم أو في الطب أو بالنسبة للجامعة. اليوم نلاحظ أنه مثلا في حتى مدن أو كل الولايات الآن استفادت من جامعة اللي هو حق الشعب في التعليم، قد لا نجده في دول كبرى، لأن الجميع ينظر أن هذه الدولة الوطنية، مفهوم الدولة الوطنية هو أنه تتحقق هذه المطالب الاجتماعية بدرجة أولى، وهذا ما تراعي سياسة الدولة في السنوات الأخيرة. نعم دكتور صغيدي، النقطة المهمة وهو كيف يمكن إسقاط يعني الجانب التراص التلاحم الذي كان أثناء الثورة التحريرية للشعب الجزائري، واليوم يعني عندما يركز رئيس الجمهورية على ضرورة يعني تأسيس للجدار الوطني، يعني دعوة رئيس الجمهورية إلى هذا المبدأ، وهذا يعني لم يكن اعتباطيا وهو المعروف يعني بحنكته وتبصره للأشياء. ولن نبيان أول نوفمبر حينما نلقي بتمعن عميق فيما بين الكلمات وما تجسد في الواقع خلال 7 سنوات ونصف، نجد أن هذا البيان تمكن من أن يوحد الشعب الجزائري حول مبدأ التضحية في سبيل الوطن، أي يوحد كل فئات الشعب بدون استثناء في وعاء واحد في جبهة واحدة من أجل تحرير الجزائر، طالبين الاستشهاد
أو الانتصار. إذن الوثيقة التي وحدتنا وحدت الأمة في كل أقصاها من أقصاها إلى أقصاها من أجل التضحية في سبيل الوطن هي قادرة اليوم أن توحد الشعب الجزائري من أجل الحياة في سبيل بناء الوطن. من أجل الحياة في سبيل بناء الوطن. وهذا ما أستشفه أنا في هذه الدعوة لهذا الجدار. مثل ما تفضل الأستاذ طيبي والأستاذ بومدين والأستاذ يحيوي، نجد أن هذا الدفع إلى تكوين إلى المحافظة على الوحدة، لأن وحدة الوطن ببعديها الجغرافي والشعبي هي الأساس. لأن الاستعمار الفرنسي من سنة 1955 إلى غاية 1960 كانت المعركة حول من يكسب الشعب، حول من يكسب الشعب. ولذلك انتصار الثورة كان أعظم انتصار، هو أنها استطاعت أن تكسب كل هذا الشعب. ولذلك هذا الشعب الذي حرر هذا الأرض هو الآن مطالب عبر أحفاده وأبنائه في بناء هذه الأرض وتعميرها والحفاظ على سياستها عن طريق مؤسساته الأخرى المكلفة بهذا. ولهذا فإن الجدار الوطني الآن يجب أن يبنى على أسس علمية منطقية ذات ثقافة موحدة بانية للفرد للإنسان أن يتشبع بالثقافة التاريخية. لأن جيل نوفمبر هذا الجيل استغرقت الحركة الوطنية في بنائه وفي تكوينه 35 سنة من 1919 إلى غاية 1954. هذه الفترة كانت فيها مدارس، كل مدرسة لها مرحلة معينة في التكوين والإنشاء. ولذلك كانت مرجعيتها هي مرجعية تاريخية الأساسية المبنية على العقيدة، على العادات، على التقاليد، وعلى حب الأرض. ولذلك علينا الآن إذا رأينا هذا أن نجذر هذا في إعطاء المساحة الشاسعة في تلقين ثقافة تاريخية، الفلسفة التاريخية، المرجعية التاريخية، تكوين الفرد بمرجعية. لأنه بدون مرآة عاكسة، بدون مركز عاكسة للخلف لا نستطيع أن نسير خطوة إلى الأمام. نعم. في طريق الفكرة السهل. وصلت دكتور زغيدي. دكتور طيبي، وعندي فكرة حضرتني. نعم. أن بتعرفي تراث الثورة الجزائرية لا يدرس في العالم العربي كمرجعيات في الفكر السياسي العربي. لذلك أن عندما تقرأي هذا التاريخ كيشتم، تعرفي الجيش التحرير الوطني الوحيد الجزائري اللي قام بثورة تحريرية وبنى نظام سياسي ودولة ولم يفشل، عكس مثلا في المغرب أو في تونس. التجربة الوحيدة التي ترجمت شعاراتها المؤسسة البيان أول نظام ترجمت إلى نموذج حكم، تكون معه أو ضده مسألة أخرى. وبالتالي لهذا السبب أن الثورة الجزائرية من خلال أبطالها على اختلاف آرائهم، حتى لا نجمع الناس في وحدة لم تكن قائمة في التاريخ، وإنما كان عندهم الهدف الواحد الموحد والموحد. وبالتالي في تصوري أن أفكار نوفمبر ما زالت مفتوحة، إنما بأي عقل نقرأها اليوم، بأي منهج ندرسها اليوم، بأي وسائط نوصلها إلى الشباب. ثم الجيل الحالي بقدر ما أنه هو جذوره ضاربة في ذلك الأمر يبحث عن نوفمبر المجدد الذي ظهر في مصطلح الجبهة الوطنية الداخلية التي من واجبها اليوم أمام الرهانات الكبرى الجيوسياسية الجيوستراتيجية والمشاريع الزاحفة التي لا يمكننا أن نناقشها شيء، يجب أن نقف بنفس الروح لكن بوسائل أخرى وبجيل آخر وبتحدي آخر. وهذا يبدو لي ليعطي الدولة الجزائرية المستقبلية مكانتها وأهمها. لكن السيد الرئيس عندما يتحدث عن الجدار الوطني ونحن نستحضر يعني هذه الذكرى وذكرى نوفمبر، يعني هناك رهانات هي التي توحد الجزائريين كما وحدهم بيان أول نوفمبر. دكتور بوزيد، أعتقد أن يعني الآن يلزمنا الآن في مسألة الوحدة نعطي مفهوم.
ليس بالمفهوم التقليدي. يعني الوحدة لا تعني أننا نتفق على كل شيء، يكون هناك تعدد سياسي طبعا الحال، تعدد في الآراء، الاختلاف يعني، لكن الوحدة هي الرؤية للمستقبل بإرادة واحدة في كيف تكون هذه الدولة قوية، في كيف أن عندما أشار في البيان إلى كلمة الجزائري بدون إضافات، بدون إضافة مذهبية أو إضافة عرقية، كلمة الجزائري هي الكلمة الأساسية التي كانت تعني عربي وتعني مسلم وتعني أمازيغي، يعني هي كلمة شاملة مثل ما كان البيان شامل، كلمة جزائري كلمة شاملة. ولذلك في الهوية الوطنية عندنا بطاقة الهوية كلمة جزائري. في بعض الدول العربية طبعا موجود الديانة، ونحن لا نقول أننا أحسن من بعض الدول العربية مع احترامي، لأن الضباط الأحرار أيضا قاموا بثورة ضد الملكية وضد الإنجليز. دكتور بومدين، دكتور بومدين، يعني معنى هذا أنه عندما نقول يعني الجدار الوطني أو تأسيس للجدار الوطني هو في أبعاده الدينية، هناك رهانات في الأبعاد الدينية، في الأبعاد الثقافية، في الأبعاد الاقتصادية، يعني ويجب توحيد الرؤية من أجل أن يكون يعني هناك اختلافات لكن لا تمزقنا، ولكن لكن تسهم في البناء، لأن الوضع الموجود الآن الوضع في المنطقة العربية، الوضع الموجود ما سمي بالربيع العربي والانفجار العربي، خلق لنا أزمات عرقية وتفتيت دويلات عرقية، والحروب الآن الموجودة في اليمن وغيرها وفي سوريا وغيرها، هذا وضع صعب الآن في العالم العربي الوضع. ولذلك هناك مخابر أجنبية عيونها على الجزائر في التفتيت. شيء ثاني هو أن ما يحيطنا، وربما الجيش الوطني الشعبي حضوره القوي في المنطقة في حماية الحدود، أن هذه الحدود كلها مهددة بالنسبة لنا. يعني منذ يومين أو ثلاثة أيام عمليات في مالي وضرب بوركينا فاسو من طرف حركة جهادية، حركة عفوا بين قوسين حركة إرهابية. هذا الوضع يجعلنا كجزائريين نتفطن إلى أن مسألة الجدار تعني هنا لفظ كلمة الجدار معناها القوة، وأن الجدار هذا صلب ولا يمكن أن يفتت، لا باسم العرقية النتنة ولا باسم اللغوية المتعفنة التقليدية، لأن الدستور حامل الهوية، ولا باسم طوائفية دينية تخلق نوع من التمزق الاجتماعي والتفتت الاجتماعي. أعتقد أن مفهوم الجدار هو مفهوم أولا وطني، ولكنه مفهوم أيضا سياسي يدرك ما مقبل عليه المنطقة في السنوات القادمة. المنطقة العربية ونربط سواء في شمال إفريقيا ونربط هذا بذاك، يعني نربط هذا بذاك، يعني عندما جاء التعديل الدستوري الأخير يعني الذي ركز على مبدأ الحريات والحقوق وحقوق الإنسان، يعني فيه يعني استشراف لما قد تجد عليه الجزائر يعني مستقبلا. دكتور زيدي، أولا مبدأ الحريات هو مبدأ أساسي، لأن الشعب الوحيد في المنطقة بل من الشعوب القلة في العالم الذي يعي مدلول الحرية وقيمة الحرية، لأن الشعب الجزائري فقد هذه الحرية 132 سنة، دفع في سبيلها 10 مليون شهيد، ناهيك عن كل وسائل التدمير الإنساني التي عاشها. ولذلك الحركة الوطنية منذ تأسيسها في 1926 في بعدها الاستقلالي كان الحرية هي المطلب الأساسي، المطالب الاجتماعية التي تفضلتم بها الآن كانت ضمن أول مخطط لنجم شمال أفريقيا في 26، ثم في مؤتمره الثاني، ثم في مؤتمره الثالث، ثم في مؤتمر الإسلامي، ثم في المؤتمرات كلها للحركة الوطنية كانت تنادي بالعيش الكريم على الأقل لهذا المواطن الجزائري. ولذلك فالحرية التي دفعنا عنها في 7 سنوات ونصف 1.5 مليون من الشهداء، إذا نعرف معناها ومدلولها. ولذلك بيان أول نوفمبر أعطى لهذا الحق الإنساني بعده الكامل، والثورة الجزائرية حتى في معاملتها مع العدو كانت تراعي الجوانب الإنسانية. ثورة الجزائرية لم تعدم أسيرا، ثورة الجزائرية لم تقتل خائن مع زوجته أو ابنه، ثورة الجزائرية لم تقتل أيضا ولو عدو محكوم عليه بالقتال. الثورة الجزائرية الوحيدة إذا أعدمت الخائن
تعطي لزوجته وأبنائه معاشهم كما تعطي لأبناء الشهداء، لأنها تراعي أن كل هذه الأبناء هم أبناء الجزائر ولا ذنب لهم. ولهذا نلاحظ أن مدلول الحرية، مدلول الجدار الوطني، إذا لم يستغل سياسيا لأن الشعب الجزائري فطن، والشعب الجزائري في 2018 ليس هو الشعب الجزائري في الستينيات والسبعينيات. الآن الناس تعي مسؤوليتها. أنا لا أشك في وطنية أي طفل جزائري أو مواطن جزائري، وإنما لابد أن نعطي قيمة لهذا المواطن حتى يحس بأنه هو شريك في البناء، شريك في الحماية، شريك في التحدي، وريث أساسي لبيان نوفمبر، وريث أساسي لثورة أول نوفمبر، ومن ثم نستطيع أن نعول عليه في البناء وفي الحماية وفي التصدي لكل ما ممكن أن يمس سيادة هذا الوطن أو النيل منه. نعم الدكتور جمال يحيى. ثورة فعل بشري يعني. نعم. ثورة فعل بشري. إيه طبعا. فيها ما يخطع فيها كذا. طبعا. إحنا ما نمشيش كما قال السيد طيب القداسة الكلية. نعم. يعني هذه ثورة فيها الحرية. إحنا نتكلم عن المبادئ. نعم. دكتور بومدين. دكتور بومدين أنا ما نتكلمش على قداسة. وإذا أردنا أن نقدس فالمقدس الأول والأخير هم الشهداء كما قال الدكتور. نعم الدكتور جمال يحيوي. نعم. يعني برؤية الباحث في التاريخ هو الإنسان المعايش للراهن، يعني ما هي الرهانات ربما التي تنتظر الجزائر اليوم؟ فعلا هذا هو السؤال المطروح، وماذا نستشف من تاريخنا؟ ماذا نستشف؟ ما نقولش بين هذا القداسة، من هذا التاريخ الناصع، من هذا ربما العصر الذهبي، يعني مرحلة الكفاح الوطني بالنسبة للجزائريين. أولا حتى في الستينات كانت هناك رهانات كبرى، كان صراع كبير بين القوى الكبرى، كان في حرب باردة، كان في التخندق إما في معسكر اشتراكي أو معسكر رأسمالي، كان في صراع بين ظهور الشركات الكبرى والحاجة إلى المال خاصة الشركات الاقتصادية. لكن القادة آنذاك عرفوا كيف يختاروا طريقهم. أولا طريق الحياد، طريق الدفاع عن الوطن، طريق الدفاع عن الأرض، تفريق استقلالية القرار. اليوم نحن الآن في ظل الرهانات الدولية التي نعيشها، وفي هذا الوضع الدولي المتفجر خاصة في محيطنا وفي عالمنا العربي والإسلامي، في ظل ربما صعوبات اقتصادية يعيشها العالم ككل، في هيمنة الشركات الكبرى وهيمنة الفكر الأحادي اليوم ومحاولة ضرب ما يسمى بالدولة الوطنية، يجب أن ننتبه إلى هذه النقطة. الآن في مخططات لضرب الدول أو تقويض أركان الدول التي قامت على أساس حركات وطنية، وعليه اليوم نستشف مما سبق من هذا الفكر الذي كان عند هؤلاء الرجال. عرفوا كيف يتخطوا الصعاب، أولا عن طريق الوحدة، عن طريق ربما الاقتراب أو الاقتران عفوا بالشعب وبالأرض. عندما يكون خطابنا الآن موحد، ما يسمى اليوم بالجدار الوطني أو تحت تسميات أخرى، عندما نشرك الجميع، عندما يحس المواطن من الطفل والعامل والمتعلم والطبيب والجامعي، كل يحس بمسؤوليته أولا تجاه هذه الرقعة الجغرافية، هذا التي نشترك جميعا فيها بمصيرنا الواحد، بالخطر الذي يهددنا. نحن نعرف أننا دائما الوحدة تأتينا أو التآزر عندما تدلهم الخطوب. الآن الخطوب مدلهمة في محيطنا وفي المحيط العالمي، فعلينا اليوم أن نستشف من ما مضى، كيف نواجه مثل الصعوبات، كيف نبني هذا الجدار الذي يسمح لنا بالمحافظة على المكتسبات، على ما حققه أجدادنا، كيف نستطيع أن نساير العالم اليوم ونحقق ما كنا نصب إليه من حرية، من تنمية. اليوم كيف نحافظ على كل هذه المكتسبات؟ كيف نحافظ على هذه المكتسبات دكتور بوزيد؟ يعني في كسؤال أخير ممكن أن نطرحه. نعم. يعني الرهان الذي ينتظر الجزائر اليوم، يعني عندما يتحدث الرئيس في رسائله الأخيرة عن الجدار الوطني، يتحدث عن اليقظة، يتحدث عن هذه الأمور. صحيح. يعني هناك يعني إشارات يجب على هذا المجتمع أن يعي ما قد يحدث له، عندما يعني نتصفح الرسالة التي بعث بها بهذه المناسبة، مناسبة الفتح من نوفمبر، كيف استذكر التاريخ وكيف
يعني المكتسبات التي حققتها الجزائر يعني في هذه يعني إشراك المواطن في ما تعيشه الجزائر؟ أعتقد الآن يعني مؤشرات قياس التقدم في العالم هي التنمية الإنسانية. صح، يعني هذا المؤشر رقم واحد، التنمية الإنسانية معناتها التعليم، الطب، الصحة. يعني المزيد الآن في هذه الإرادة في تسوية حياة المواطن اجتماعيا، سواء من خلال السكن، بعقلانية أيضا، رغم ما يصاب هذه المسائل حول الشباب وشغل الشباب وكذا من بعض السلبيات، ولكن أعتقد أن المسار في تحسين التنمية الإنسانية مهم. النقطة الثانية باختصار فقط، لأنه النقطة الثانية مزيد أيضا من الحريات، ولكن في إطار معين، يعني بخصوصية معينة. وأعتقد أن مزيد الحريات والتعايش معا وقبول بالآخر مسألة أيضا مؤشر أساسي في التقدم. والمؤشر الثالث الأساسي أيضا وهو المؤشر الاقتصادي، تطوير البنوك، تطوير خارج المحروقات. والمؤشر الرابع هو استلهام هذا التاريخ واستلهام هذه الثورة. والسؤال الآن، التحدي الحقيقي أمام التعليم وأمام وزارة المجاهدين وأمام الوزارات والمؤسسات والتلفزيون وغيره، هو كيف نقدم وكيف نقدم التاريخ لشباب 18 سنة 20 سنة الآن المسلوب بالتواصل الاجتماعي. دكتور طيبي في نصف دقيقة لأنه الوقت يداهمنا، يعني كلمة أخيرة. والله بتعرفي أول نوفمبر دائما لحظة إلهام واستلهام واستحضار وحضور. والمطروح اليوم، هل العبقرية الجزائرية التي أنتجت نوفمبر ونتائج نوفمبر، لأن نوفمبر راح يكون مارس، فيفريي، ديسمبر، أكتوبر، باختصار الأيام الكبرى، وبالتالي الآن هل سنصنع ونصنع دولة وطنية حداثية استيعابية للرهانات؟ هل سننتج العبقرية الضرورية لذلك؟ هذا هو الرسالة تقول ذلك. نعم، على كل الجزائر، يعني الجزائر دائما يعني تخرج من الأزمات. للجيل الذي أتمنى أن يكون نعم دائما هناك عبقريات، وكل جيل له عبقريته الذي يعني تنتجه. الدكتور محمد طيبي المفكر والأكاديمي، شكرا جزيلا على الحضور على أثر النقاش. نشكر أيضا الدكتور بومدين بوزيدي الباحث الجامعي أيضا على إثراء النقاش. نشكر الدكتور محمد الحسين الزغيدي الباحث في التاريخ أيضا على إثراء النقاش. ونشكر الدكتور جمال يحياوي الباحث في القضايا التاريخية أيضا على الحضور وعلى إثراء النقاش. الشكر على إدارته هذا النقاش. الشكر أيضا موصول نعم خاصة في هذه نعم. الشكر أيضا موصول للفرقة التقنية التي خدمتنا، إلى المخرج الحصة محمد لمين محروق، وإلى المشرف محمد لمين بوفنلاية. ولكم مشاهدينا شكرا على المتابعة، وفي أمان الله.